مثلا راح اتكلم عن شخصية ريم بعشاق رغم الطلاق. بالنص يعني انا والاستاذ خالد جمال ومع الكاتبة عليا الكاظمي قعدنا مع بعض عشان نشتغل على الشخصية اكثر. اوكي. سوينا يعني حولنا الشخصية من الى، شوف شلون هي كانت ضعيفة الشخصية، هي مو لانها ضعيفة لان هي ساذجة، لا هي بريئة، ترى هي لانها بريئة حبت الشخص اللي شافته بالدنيا كلها وما عندها احد بالدنيا غير رفيجتها، اوكي. فعلى بالها ان كل شيء بالعالم راح يمشي مثل ما هي تبي مع رفيجتها ومع خطيبها. فلما انصدمت بخطيبها وبصديقتها ما وقفت، شنو راحت، شنو سوت؟ راحت تعالجت، راحت خذت دروس عشان تقوي من نفسي من شخصيتها، وصارت إنسانة قوية وايد تحب الحياة. فهذه هذا مسج حق الناس.